رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورنا الأستاذ أحمد كيرة، استشاري سياحي وفندقي وعضو المنتدب لشركة استشارات فندقية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. ميرسي. يعني ممكن السياحة كلها تبقى متوقفة على فندق، يبقى السائح جاي ما بيخرجش من الأوتيل ومبسوط فيه ومستمتع بيه، وقد ايه موضوع الفندق ده بقى او الاوتيل نفسه بالايفنتس اللي فيه، بالاوتيل نفسه والاوض او الغرفه، المطعم، الاكل، يبقى هو بيكتفي بده. وده يمكن بنشوفه كتير في البحر الاحمر، يعني اكتر منه كمان في العالم. هو زي ما حضرتك تفضلتي، انا هرجع بس خطوه للمقدمه اللي حضرتك تفضلتي بيها، اهميه السياحه. طبعا مش ممكن هضيف عن كل الاساتذه اللي حضرتك قبل كده استضفتيهم، السياحه يعني عمله بتخش في نفس الدقيقه، مش ان انا ببني مصنع، لا، انا السائح بيخش بيدفع العمله الحره اون ذا سبوت في نفس الدقيقه. بتوفر عماله كثيفه، يعني النهارده لو الدوله عندنا مشكله بطاله، اكتر حاجه ممكن تساعد البطاله ان عندنا النهارده العماله الكثيفه بتاعه الصناعه الفندقيه. يعني لو ادينا مثال بسيط جدا، فندق 200 غرفه هيشغل اتليست من 200 ل 250 واحد، يعني 250 اسره، غير انه بيدي صناعات مغذيه وتوريدات فوق 70 صناعه. فكل ده بيبقى بوتقه واحده اسمها السياحه، اللي بتصب بعد كده في الدخل بتاع الفرد والدخل بتاع الدوله. فالدوله محتاجه عمله حره، والكاش او النقود اللي بتخش دخل الفرد من اول سواق التاكسي لغايه اللي بيورد الطماطم للفندق، دي فلوس بتخش في نفس التوقيت. فاحنا طبعا ما نقدرش ننازع او نتكلم في اهميه السياحه، الموضوع يعني محسوم. نرجع للنقطه اللي حضرتك تفضلتي بيها، هل النهارده السائح انا محتاجه يقعد في الفندق ما يطلعش من الفندق، ولا عايزه يطلع عشان يشوف البلد ويصرف زياده؟ اللي حضرتك تفضلتي بيه اللي هو مثلا الغردقه او شرم، دي السياحه الترفيهيه، يعني الشاطئيه او الترفيهيه. الزبون بيركب الطياره من بلده، من المقصد بتاعه، طياره شارتر عاده، بيوصل الغردقه، بيوصل شرم، الاوتوبيس بياخده بيوديه الفندق، والفندق عاده بقى اول انكلوسيف او شامل كل حاجه، واللي طبعا ليه تعليق على هذا الموضوع، بياكل وبيشرب وبينام، وبعدين ياكل ويشرب وينام، وبعدين ينزل البحر وياكل ويشرب وينام، وينزل البحر ما بيصرفش يعني حاجه خالص. الباكج نفسها ما فانا ما استفدتش منه خالص، او الصناعات المغذيه الباقيه ان كان بازار ان كان تاكس ما استفدتش منه. السياحه الثقافيه اللي مصر النهارده طول عمرها بتمتاز بيها، ونقول الاهرامات، ابو سمبل، كرنك، الكلام ده كله، اللي هي بتصب في بطاقة السياحة الثقافية. للأسف السياحة الثقافية النهاردة عالميا ما بتزيدش من 15 لـ 20% عن السياحة الترفيهية أو الشاطئية. فمصر بتنول من هذا المنطلق جزء برضو. بالنهاردة عندي السياحة الثقافية إن كانت الفنادق القائمة بين الأقصر وأسوان، وعندنا القاهرة المتحف، وطبعا بإذن الله كلنا مترقبين المتحف المصري الكبير اللي هو هيبقى حدث بإذن الله كبير. تاني زي ما قلت تفضلت لحضرتك، الفندق هو البداية، لكن الفندق ده مفرد بسيط جدا. يعني النهاردة الطيارة الشارتر أو اللي هي الطيارة اللي أو في أي مكان، دي أول مفرد من المفردات. بيوصل المطار، بيتعامل مع ضابط الجوازات، بيتعامل مع الدولة بشكل أو بآخر، بيطلع بيلاقي التاكس أو بيلاقي الأوتوبيس بتاعه. التاكس أو الأوتوبيس بيوصله المقصد بتاعه اللي هو الفندق. لو سياحة شاطئية زي ما قلنا، فندق ثم فندق ثم فندق. لو السياحة الثقافية، لا، بيوصل الفندق وعادة عايز ينزل ويروح متاحف ويتفرج ويشوف ويحس. وأهم حاجة بيتعامل مع الشعب المصري اللي احنا بنقول عليه مضياف بطبعه. الشعب المصري مضياف بطبعه ده محتاج طبعا نوع من التطوير او نوع من التعليم، ازاي من الوعي نبقى دولة سياحية مش دولة عندها مفردات او مقومات سياحية. احنا مصر دولة عندها مقومات سياحية، باذن الله نبقى دولة سياحية. دي النقطة المهمة جدا. الدولة السياحية انه الجست او السائح لما ينزل اكنه مواطن عادي، اكنه مواطن كل حاجة عادي بتخدم السياحة. ما بتعاملش معاه انه هو لا طب تعالى اسف يعني هقلبك ازاي او هشوفك ازاي او هوصلك ازاي. تمام. صحيح. فالسائح النهارده اكتر نجاح للدوله
اللي بنسميه السائح المتردد اكتر من مره او الريبيتد كاستمر. يعني انا النهارده جه مره واثنين وثلاثه مبسوط، مش ما يجيش غير مره وما يرجعش تاني. بعض الفنادق في شرم او الغردقه حضرتك هتلاقي ان مثلا بيبقى في شجره والسائح بيزرع الشجره باسمه ويقول انا جيت مره واثنين وثلاثه واربعه وبقت الشجره باسم السائح ده لانه هو مرتبط بالمكان، ويقول لك انا جيت مصر 15 مره 20 مره في نفس الاوتيل نازل في نفس المكان او في نفس المقصد، وليكن مثلا شرم او الغردقه او مرسى علم او المقاصد بتاع السياحه الترفيهيه. اللي انا يعني احب اتكلم عنه النهارده، طبعا انا مش هقدر اضيف عن كل الاساتذه الافاضل اللي حضرتك بتستضيفيهم، انا عايز اتكلم على حاجه ثانيه شوية، ازاي نوصل للعدد اللي احنا كلنا منتظرينه 30. ان يبقى عندنا 500,000 غرفة فندقية و 30 مليون سائح، سواء سنة 28 سنة 30 ازاي نوصل له. المفردات بتاعت السياحة اهم حاجة يبقى فيه غرفة فندقية العميل يقدر يبات فيها او النزيل يقدر يبات فيها. في دور للدولة وفي دور للمستثمر السياحي. الدولة النهارده عملت اللي عليها وكفايه، يعني النهارده هنبص المقاصد السياحيه بدون ذكر اسامي الفنادق الكبيره اللي على النيل دي معظمها الدوله هي اللي بنتها. نيجي مثلا لمقصد سياحي مهم جدا زي العالمين. طبعا بدون ذكر اسامي الفندق اللي دايما بيطلع في الاخبار العالمين، اول ما نجيب الاخبار بنجيب الفندق اللي هو ست براج جنب بعض، هو ده بقى ايقونه العالمين او اهم مكان في العالمين النهارده. وطبعا مش سر ان هذا المكان يعني فخامة الرئيس السيسي هو اللي كان السبب ان العالمين تطلع الخريطة العالمية او الخريطة بتاعت السياحة في العالمين، لان الافتتاح تم بتاع الفندق الرسمي يوم 22 اغسطس سنة 22، وكانت انا ممكن اسميها بدون مبالغة كانت قمة عربية مصغرة، لان سيادة فخامة الرئيس كان مستضيف اثنين ملوك واثنين رؤساء ورئيس وزراء، فكانوا ستة أو كانت عبارة عن قمة عربية مصغرة كويس. والافتتاح ده هو النهاردة حاجة مشرفة لنا كلنا. هذا المكان أو هذا المقصد اللي هو العالمين اللي بنسميه العالمين الجديدة النهاردة، امتدت حواليه يمين وشمال بعض الفنادق عشان نوصل لأنه بقى مقصد يقدر يستوعب. في ميزة مهمة جدا يمتاز بها الساحل الشمالي ان اللي بيخدم عليه ثلاث مطارات دوليه، في حين القاهره مثلا ما فيهاش غير مطار دولي واحد. وفي مطار سفنكس دلوقتي هيخش الخدمه، في حين ان المقصد السياحي اللي هو الساحل الشمالي الغربي بتاعنا بيخدمه مطار برج العرب ثم مطار العالمين ثم مطار مرسى مطروح، وفي مطار بيستخدم احيانا اللي هو مطار سيوه. يعني انا عندي البنيه التحتيه ان انا استقبل الطيارات. في ميزه ثانيه يعرفوها طبعا كل زملائنا في السياحه، مدى الطيران اللي جاي من أوروبا عشان يوصل لغاية الساحل الشمالي في حوالي 3 ساعات، يبقى أنا وفرت ساعة طيران. ساعة الطيران دي تمنها حوالي من 25,000 دولار ل 30,000 دولار، كده الرحلة نفسها وقفت على المنظم بتاع الرحلة أقل، يبقى كده المقصد بقى مشجع ليه أكتر. معلش الارقام اللي حضرتك بتقولها 25,000 دولار دي ايه؟ اللي هي 8 ساعه الطيران. دي 8 ساعه طيران. يعني حضرتك احنا وفرنا انه بدل ما بيطير 4 ساعات ونص لغايه شرم او الغردقه لو بينزل من اوروبا او جنوب اوروبا لغايه الساحل الشمالي الغربي بتاعنا بيطير 3 ساعات. يبقى الطياره وفرت ساعه طيران اللي هي تمنها حوالي 25,000 ل 30,000 دولار. يبقى المقصد كده بقى احسن بالنسبه لمنظم الرحلات الخارجي. الطرق اللي اتعملت هناك يعني حاجه كمان عظيمه جدا. طبعا يعني حضرتك زي يعني التحرك من اي فندق في الساحل الشمالي لغايه المطار ما بيتعداش 40 دقيقه. وده طبعا في عرف السياحه يعتبر رقم جيد جدا. التطورات اللي هتحصل او القطر الكهربائي اللي هيجي مثلا من اول السخنه لغايه العالمين ثم الكلام ده بقى قناه السويس جديده بتعمل شريان حضاره او شريان ممر جديد بينقل الناس وبينقل لهذه المنطقه. كويس. طب خلينا نتكلم على انه العالمين هي حصل فيها طفره رهيبه
وكنا زمان نقول لك ايه الدول العربيه مش غاويه اسكندريه، او يعني دلوقتي كان زمان بيروحوا ما بقوش غاويين اسكندريه، او عشان الازدحامات والدوشه. وبعدين بقينا شايفين اخواتنا العرب وبالذات منطقه الخليج بيعشقوا العالمين وعايزين يروحوا هناك، وخاصه انه الجو هناك في نفس الوقت ده عندهم في بلدهم بيبقى صعب جدا، حر جدا. في مصر لا، انت ممكن تستمتع طبعا بالشمس والبحر والجو بالظبط، مع ان في ارتفاعات في درجات الحراره بس مقبوله بالمقارنه. بس خلينا ندور على السر في المنطقه دي، انه اكتذبت الدول العربيه. هل قوه السوشيال ميديا وفكره الساحل الشرير ده عمل لنا دعايه على فكره حلوه، يعني بنقول شرير بس هو عمل لنا دعايه حلوه، وده اكتذب هو نقول الساحل الجديد مش هنقول الساحل الشرير. لا ده في ساحل الاشباح على فكره، في حاجه بقت اقوى لا بكتير. لا انا اقصد زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنقيس النجاح او تردد السائح سواء الاجنبي، لان الساحل الشمالي الغربي مقصد للسياحة الدولية من جنوب أوروبا. يعني حاليا as we talk أو زي ما بنتكلم النهاردة، مطار العلمين بيستقبل في الأسبوع 9 طيارات من أوزبكستان، من ألبانيا، من حتت كثيرة جدا بتوصل من أوروبا عشان تنزل في مطار العلمين، وبعدين بتتجه لكل الفنادق اللي موجودة في الساحل الشمالي. مطار مرسى مطروح بيستقبل 12 طيارة في الأسبوع، وبينزل طيارات من إيطاليا. فالنهاردة أنا ما أقدرش أقول إن الساحل الشمالي بالفنادق بتاعته بس الخليج وكده مقصور على سواء السياحة الداخلية المصريين أو الخليج. لا النهاردة أنا بقول لا، أنا إحنا فخورين نفسنا بقى كمان أوروبا كلها تيجي، إحنا إيطاليا نفسنا تيجي يعني على الأقل الناحية التانية مننا، يبقى عندنا. أنا أعتقد كمان مهما كانت أسعارنا عالية هتبقى برضو بالمقارنة بالبلاد. هو الحقيقة كلمة أسعارنا عالية دي أنا ليا تحفظ صغير عليها، لأن المقصد السياحي المصري بالخدمة اللي هو بيقدمها أنا ما أقدرش أقول إن المقصد دلوقتي سعر غالي، لأن بالعكس أنا النهاردة شايف إن هو بقى جاذب جدا للسياحة الأوروبية بالذات بعد التعويم. فالقيمة بتاعت الدولار أو العملة الأجنبية ممكن بيبقى لها قيمة شرائية أكبر وبيستفيد أكتر. يعني لو قلنا مثلا زي ما قلت حضرتك في الأول، الطيارة الشارتر أو الطيران العارض اللي بيجي من أوروبا، بيجي من إيطاليا، بيجي من كذا حتة، طبعا أبعد مكان أوزبكستان بتاخد 9 ساعات طيران. فالأماكن التانية اللي هي اللي بتوصل لغاية الساحل الشمالي الغربي عندنا بتتوزع على كل الفنادق الموجودة. والطيران العارض زي ما قلت لحضرتك بيخدم الموضوع ده بشكل جيد جدا. متوسط الإقامة بتبقى من 7 ليالي ل10 ليالي ل14 يوم، يعني ممكن اللي يشتري الرحلة بتاعته يقعد مرتين، أو يعني يفوت طيارة وبعدين ياخد اللي بعدها لأنه مستمتع بالمكان. فالمشكلة اللي عندنا دلوقتي أن الساعة الفندقية لا تلبي الاحتياج اللي احنا عايزينه. يعني المنطقة بتاعت العلمين الجديدة الساعة الفندقية بتاعتها لا تتعدى حوالي 2500 حجرة ل 3000 حجرة. المنطقة بتاعت مرسى مطروح أكثر حظا حوالي 3500 غرفة. احنا مفروض نوصل لرقم حوالي 50,000 غرفة لهذه المنطقة عشان نقدر نقول ان في سياحة. بس انا نفسي قوي، وانا شايفة الدولة بتسعى لده جامد، مستثمرين بيسعوا لده جامد، انه العالمين تبقى شغالة طول السنة. يعني نفسي يبقى عندنا كان في مهرجان في الصيف اتعمل في العالمين، يبقى عندنا مهرجان في الشتاء في الاوقات اللي ما فيهاش النوات والدرجات الحرارة المنخفضة قوي، يتعمل مهرجان تاني، الناس هتيجي برضه. فانا نفسي جدا بما انه الساعة الفندقية لانه شهرين في السنة والناس كلها بتبقى ضغط رهيب، نفسي قوي يبقى متوزع. او كمان حضرتك يعني يمكن هقول لك عليه، يمكن بعض الساده المشاهدين او يمكن خارج القطاع بتاعنا هيستغرب له، ان الموسم السياحي الاجنبي في العالمين او في الساحل الشمالي اطول من الموسم السياحي المصري. يعني احنا المصريين بنقول هم 50 يوم من اول مثلا شهر 7 لغايه 8، وده تقريبا السيزون بتاعنا او الفتره الزمنيه بتاعتنا. الطيارات الشارتر بتنزل مصر من اول مايو، اخر طياره بتوصل يوم 2 اكتوبر. يعني عندنا 4 اشهر، السنه الجايه باذن الله هيبقوا 5 اشهر، احنا منتظر نوصل ل8 اشهر كويس باذن الله يعني. بس طبعا عشان اوصل في جامعه هناك، وفي يعني برضه حاجات في اكتر من جامعه يا فندم، في جامعتين اوريدي في العالمين. غير المدارس، غير ان هي يعني الميزه بتاعت العالمين انها مدينه وليست مقصد سياحي بسيط. عشان كده نفسي قوي يبقى على مدى لو 8 شهور قدرنا نوصل 8 شهور كويس جدا. فده معناه ان احنا محتاجين ساعه فندقيه، محتاجين ساعه فندقيه. والساعه الفندقيه دي النهارده الدوله ما شاء الله يعني لما عملت الابراج بتاع العالمين او فندق العالمين وما يجاوره من فنادق تانية،
في بعض المستثمرين برضو دخلوا في المنطقه بتاعت مرسى مطروح، والمنطقه الثانيه دي كلها زي ما قلت لحضرتك فيها حوالي 3500 غرفه. احنا مفروض نوصل ل 50,000 غرفه في العالمين، مش في العالمين، في الساحل الشمالي الغربي يا فندم. انا قصدي انه ممكن جدا، يعني ممكن ده يتم لما نتكلم على 8 شهور، لكن انا اقول لاوتيل تعالى او المستثمر، هو بيحصل طبعا المستثمرين بيجوا كده وبالذات دول عربيه يعني، لكن بيجوا يعملوا استثمارات، بس هتيجي تقول له اشتغل شهرين، اشتغل 4 شهور، طب وبقيه السنه بالنسبة له هتبقى خسارة. هو بص بوضح حضرتك ان احنا في نقطة، نرجع للنقطة بتاعت انا ببيع الليلة بكام او ببيع الغرفة الفندقية بكام، يعوضني بقى عن بتعوض يعني كويس. يعني لو ناخدها اللي بنسميها متوسط بيع سعر الغرفة في مصر تمام، لو هناخد المناطق التقليدية بالنسبة لنا انجاز التعبير، ان كانت الغردقة او شرم، الغردقة متوسط سعر الغرفة النهاردة للإقامة الشاملة يعني من 150 ل 180، أنا بتكلم الأربع خمس نجوم. هنعلى شوية في شرم الشيخ ممكن توصل من 180 ل 200. إحنا حاليا في المنطقة بتاعة العالمين الحمد لله وصلنا لمتوسط سعر الغرفة حوالي 300 دولار في الليلة للأفراد وللمجموعات. بس نفس الأوتيل اللي موجود ده موجود في الغردقه بس السعر تاني خالص، موجود في الغردقه هو ده بقى بيراعي ده سعره هنا غير هنا غير هنا غير هنا، يعني قول شرم الشيخ والغردقه زي بعض، لكن لا يعني برضه شرم اعلى شويه من الغردقه. والعالمين النهارده زي ما قلت لحضرتك وصلنا ان سعر الافراد متوسط سعر ده عشان الافراد عشان يعوض بقى الخسائر بتاعت بقيه السنه. هي مش هنقول خسائر، يعني كلمه خسائر دي حضرتك الاستثمار السياحي الفندقي عمره ما بيبقى فيه خسائر، لان انا النهارده بوظف ناس في عماله في حركة بتحصل، كل ده القيمة المضافة اللي بتدفع للدولة، كل ده النهاردة نسبة الإشغال اللي ممكن تكون في مدار السنة ما عدا مثلا شهر يناير وفبراير اللي هم الفترة فيهم تبقى صعبة شوية، لكن العشرة أشهر التانيين ممكن بقى نعمل ايفنتس، نعمل ايفنت، نعمل مؤتمرات، نعمل حاجات كتيره جدا كويس. فعشان كده احنا بننصح دايما اي مستثمر سياحي ان هو وهو بيبني الفندق بتاعه لازم يعمل فيه قاعه اجتماعات او قاعه مؤتمرات عشان يقدر على مدار العام يقدر يشتغل، يعني هنقول السياحه الافراد او السياحه الترفيهيه او السياحه الاستثماريه اللي بتيجي دي من شهر 5 لشهر 10. طب انا من عندي من 10 لغايه 11 شهرين دي سياحه مؤتمرات كويس. وعندي من شهر 5 لغايه شهر 6 برضو ممكن يبقى فيه سياحه مؤتمرات، سياحه معارض في المهرجان او المعرض الدولي بتاع الطيران. خد اسبوع كان حاجة جميلة تمام، دي حاجه جامده جدا. كان في 100 دوله، كان في 300 شركه. طب ما دي ادى فتره زمنيه اطول للفتره الزمنيه الطبيعيه اللي هي اخر اغسطس بتاعتنا، غير طبعا مهرجان العالم عالمين واللي طبعا مصر كلها كانت سعيده باللي حصل فيه. فاللي احنا بنتكلم فيه زي ما قلت لحضرتك ان احنا محتاجين نوصل لعدد من الفنادق، هذا العدد محتاج نوع من الاستثمارات. الدولة بتعمل اللي عليها وبعض الأفراد بيعمل. في حلول تانية إن احنا النهاردة نرجع تاني نقول إن كل القرى السياحية بتاعتنا حسب القانون، هو قانون موجود بس محتاج يتفعل شوية، إن أي مستثمر بيبني قرية أو أي مطور عقاري بيبني قرية هو فرضا عليه لازم يعمل فندق. الملتزمين بهذا الموضوع قليلين يعني جدا. فأنا لازم افرض على زي ما النهارده بنقول، يعني احنا بنقول طب الليله السياحيه 200 300 دولار، طب انا بقول مثلا ان وصل انه هذا المستثمر ربنا يبارك له الفيلا 200 300 مليون مظبوط. طب ما هو النهارده بيبص انه بيلم فلوس الحاجه، لا حقك زي ما اخذت من الدوله ارض وبنيت واستفدت كمطور عقاري، لا انت لازم يفرض عليك ان هذه المنطقه يتبني عليها فندق، وخاصة انه هيبقى فيها مكسب برضه، يعني انا قصدي هيبقى فيها مكسب طبعا. يعني فعلا في الشهرين دول بيبقى فيه ضغط رهيب وبيخلي ارتفاع في اسعار الايجارات وفي اسعار الشراء بيبقى مهول بالزبط. علشان السلعة نفسها قليلة مش كتير، لو بقت موجودة اعتقد كله هينتفع. ما هو يبقى زي ما قلت لحضرتك هو نوع من انا اسف يعني ممكن بيبقى قصر نظر، يعني انا بقول النهارده خدت حتة ارض عملت عليها 300 400 فيلا او شاليه او بتاع وبعتها على
المخطط زي ما بيقولوا، ولميت فلوسي او لميت جزء كبير. فيقول طب انا لسه هبني فندق واخد فلوسه كمان سنه سنتين. لا، الموضوع هنا ما بقاش اختيار، زي ما انت خدت الارض واستفدت يعني. لا، انت لازم تبني او تلتزم ببناء الفندق. وابتدينا نشوف البوتيك اوتيل هناك، يعني ما كناش بنشوف حكايه ان يبقى فيه 12 غرفه بس في اوتيل. بقى دلوقتي موجوده اوتيلات كتير اتبنت بقى على نفس فكره حتى صديقه بيئه، انها تكون ليها مواصفات معينه، ممكن تبقى 3 نجوم 4 نجوم، مش لازم تبقى حاجه يعني. احنا النهارده في جزء كبير من المصريين او الاجانب بيروح سيوه، بس بيروح سيوه في الشتاء لانها سواء استشفائيه او علاجيه، والفنادق هناك كلها من زي ما حضرتك تفضلتي من 10 ل 15 غرفه. طب انا النهارده ممكن المنطقه اللي هي بتاعت مرسى مطروح وسيوه دي سياحه بيئيه، سياحه علاجيه، سياحه سفاري. يعني في بعض السياحات اللي بتيجي مصر اللي هو بنسميها مراقبه الطيور. الساحل الشمالي الغربي بتاعنا بيمتاز انه هجره الطيور كلها من اوروبا للساحل الشمالي الغربي بتاعنا، اللي هي بفتره بتبتدي من اول سبتمبر لغايه اكتوبر، وبعدين العوده بتاعتها في شهر مارس وابريل. ففي سياحه يعني، ودي دي نوع السياحه اللي احنا محتاجينه، ان الانفاق بتاعها بيبقى اعلى من الانفاق الطبيعي، مراقبه الطيور او السياحه العلاجيه او الاستشفائيه او الحاجات دي كلها. فاللي احنا بنتكلم فيه ان احنا عشان نوصل لل 50,000 غرفه اللي احنا محتاجينها، الموضوع تطبيق القانون لا اكثر. يعني النهارده خدت ارض، لازم ابني الفندق زي ما ببيع فيلات، لازم ابني الفندق. انا كمان الدوله تستفيد او مصر تستفيد بقى ببطاله، بحربه بطاله. يعني انا عملت لهم طرق، عملت لهم مطارات، عملت الكلام ده كله، هو اللي مكنته انه يبيع الفيلا او الشاليه اللي بهذا الرقم، يبقى لازم هو يبني الفندق. عايزين مخالفات بقى. ما هو زي ما يعني اللي مش هيمشي على القانون ده يبقى في مخالفه بتدفع بس سنويه او ايا كان. بالظبط، بس المخالفه مش مجرد انه هيعوضها في ثمن فيلا، يعني برضو عشان نبقى واقعيين يعني. تبقى يعني النهارده انا ببني فندق بيكلفني مثلا مليار متوسط، مثلا مليار مليار وشويه بالجنيه، في ممكن يستفيد من الدعم. حضرتك عارفه مثلا ان الدوله ما قصرتش، يعني كان في المبادره بتاعه البنك المركزي الاولى اللي هي كانت ب 5%، وحاليا المبادره الجديده بتاعه البنك المركزي اللي هي الاقراض في 50 مليار مفعلين، اقراض ب 12%، ودي نسبه معقوله جدا، بحيث ان هو يستكمل او يعمل الفندق بتاعه. يعني احنا النهارده اديته الارض، اديته الطرق، مكنته ان هو يستثمر ويعمل فلوس كويسه، يبقى انا كمان حقي عليه ان هو يبني الفندق عشان المكان كله يستفيد. الاستثمارات العربيه اللي موجوده استفادت، رد فعلها كويس؟ طبعا يعني احنا هل جابوا بقى يعني اهلهم معاهم؟ يعني عاده المستثمر بيبقى شركه كبيره قوي عقاريه او غيره وتبتدي تبني، هل بيكتذب بقى اهله كمان معاه، الدوله بتاعته معاه؟ الدوله مع حضرتك يعني النهارده الساحل الشمالي الغربي بتاعنا المفروض انه يبقى مقصد لسياحه اليخوت، مقصد لحاجات كثيره جدا احنا محتاجينها، عشان ما يبقاش الموضوع زي ما قلت لحضرتك فندق ثم فندق، يجي يقعد في الفندق وما بيصرفش، ما بيخرجش. فالنهارده اللي ممكن يخت يصرفه قد جروب بحاله ممكن يصرفه، فده اللي احنا محتاجينه. الركنه بس اعتقد، الركنه بس يعني زي ما حضرتك تفضلتي يعني. طيب علشان نسيب نختم كده العالمين، تعال نشوف تقرير يعني عن العالمين ونرجع نكمل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. حدث جديد وضخم في مدينة العالمين الجديدة، وتحديدا في مطار العالمين، وهو معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، ودي أول نسخة ليه في إفريقيا والشرق الأوسط. المعرض ده اتعمل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد اهتمام كبير جدا من ناس من كل الجنسيات. العروض الجوية بقى اللي حصلت في سماء العالمين كانت حاجة في غاية الروعة. أما عن شركات الطيران وصناع الطيارات اللي بيشاركوا في المعرض، قدموا عروض في الجو خطفت قلوب كل اللي حضروا، والناس كانت منبهرة جدا من كتر ما العروض كانت جميلة، وراحوا كلهم يصوروا الطيارات ويعملوا فيديوهات وينشروها على كل السوشيال ميديا. المعرض ده يعتبر خطوة جديدة ومهمة لمصر بشكل عام، وخصوصا لمدينة العالمين الجديدة اللي بقت وجهة سياحية جاذبة بشكل رهيب. المدينة دي شهدت تطور
تطور عمراني سريع جدا في وقت قصير قوي بفضل جهود الحكومة اللي شغالة على تطويرها عشان تبقى نقطة مضيئة جديدة في الاقتصاد المصري. مدينة العالمين الجديدة مش بس مدينة سياحية، لا دي كمان بتتحول لمركز عالمي للأحداث الكبيرة، وده كله بفضل الطفرة العمرانية والسياحية اللي بتحصل هناك. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وكان لسه يعني أحمد بيه بيكلمني على المهرجان، التبعيات بقى المهرجان المسابقة اللي احنا شفناها دي، أو المهرجان الطيران اللي احنا شفناه كان من دول كتير جدا. طيب أستاذ أحمد كيرة الاستشاري السياحي والفندقي والعضو المنتدب لشركة استشارات فندقية، مرة تانية أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. خلينا نروح للعاصمة الإدارية زي ما اتفقنا. والعاصمة برضو هتنقلنا نقلة تانية خالص، أو نقلة مصر نقلة تانية خالص بالطبيعي. خلينا نتكلم كده، لأن أنا كمان عارفة أن فيها سوق عقاري عظيم جدا جدا، وإحنا بقينا مصر بقت كمان بالنسبة للاستثمارات العقارية وغيره بقينا ننافس، بقى عندنا مدرسة نقدر ننافس بيها ونطلع كمان نشتغل بيها في العالم. هو زي ما حضرتك تفضلتي، النهاردة أكتر استثمار آمن هو العقار. وبعدين إحنا النهاردة بنصدر العقار، إنجاز التعبير. يعني النهاردة التسهيلات اللي عملها الدولة ان الاجانب سواء اخو عرب او اجانب بيشتري في مصر في العاصمة او في اي مكان تاني، ده دخل دولاري لمصر، هو بيستثمر. العائد على الاستثمار بتاع العقار في مصر مش موجود في اي مكان في العالم. يعني حضرتك عارفة ان معظم البنوك في اوروبا دلوقتي انا بسيب فلوسي فيها بدفع عليها، مش باخد عليها فايدة. لكن انا النهاردة لو جيت في مصر العائد على الاستثمار سواء بالدولار لو بيوصل 7 أو 10%، ده مش موجود في اي مكان في العالم. فمصر جاذبة للاستثمار بكل الأوجه بتاعتها قاطبة، يعني زي ما بيقولوا. بالنسبة للعاصمة الإدارية النهاردة برضو دور الدولة الفعال، ان الفندق اللي شغال في العاصمه الاداريه دلوقتي نقدر نقول انه فندق مميز جدا، قصر مؤتمرات، كل الفعاليات بتاعه العاصمه الاداريه، كل الفعاليات بتاعه فخامه الرئيس، قمه السلام بتجرى فيه. فالدوله النهارده عامله حاجه مميزه جدا القطاع الاستثماري ما يقدرش عليها، وهنا تاني بيجي دور الدوله ان هي بتعمل حاجه ما تقلش عن اي قصر مؤتمرات في اي مكان في العالم او الدول العربيه، حاجه معموله بقطاع خاص او غيره ما يقدرش القطاع الخاص يعملها بهذا الشكل. احنا عندنا البرج الايقوني زي ما حضرتك عارفه في جزء منه كبير هيبقى فندق، وده برضو هيبقى اضافه جديده للدوله او العاصمه الاداريه. بالنسبه للقطاع الاستثماري لغايه النهارده في بعض المشاريع العقاريه ابتدى يبني فندق، يعني هو يعني لازم ملزم انه يبني فندق. فبدون ذكر اسامي شركات اداره اجنبيه، احنا حتى اليوم عندنا الفندق الكبير اللي هو بتاع العاصمة الإدارية اللي شغال حاليا ده تحت إدارة أجنبية، عندنا الفندق اللي اتمضى العقد بتاعه اللي هو البرج الأيقوني برضو تحت إدارة أجنبية، وفي حوالي من 7 لـ 8 عقود إدارة تم توقيعها في السنتين اللي فاتت لمشاريع استثمارية عقارية فيها جانب سياحي او جاي فندق. فدي نقطه. النقطه الاستكمال، احنا محتاجين غرف فندقيه زياده. الغرف الفندقيه دي مش هتزيد بالفنادق بس، هتزيد بما يسمى بالشقق الفندقيه او بيوت الاجازات، سياحه الاقامه، سياحه الاقامه او بيوت الاجازات. تمام. فالنهارده دي بتعوض المستثمر العقاري ان هو فلوسه بتجيله برده بسرعه، لأن النهارده بيبني فيلا وبياخد فلوسها قبل من على المخطط. الفندق بياخد فلوسه او بيجوله بعد سنه سنتين. في حاجه ماسكه العصايه من النص انجاز التعبير اللي هي الشقق الفندقيه او اللي بنسميها البراندد ريزيدنس. يعني انا النهارده بشتري شقه، هذه الشقه بتبقى لها علامه تجاريه، العلامه التجاريه دي بمتاز ان انا ممكن اجرها بعد كده بسعر كويس جدا، بيبقى ليها خدمه ان كان خدمه نظافه ان كان خدمه اكل وشرب، فانا باجي سواء بستخدمها او بسيبها للمشغل الفندقي يستثمرها دي. وهذا النمط موجود في كل المشاريع اللي موجوده في العاصمه الاداريه حاليا، ان هو فندق معاه
شقق فندقيه معاه. او معاه اللي احنا محتاجينه ده اللي هو نوع من الاستثمار جاذب للاستثمار او اللي هو بنسميه تصدير العقار. فدي حاجه مهمه جدا وده اللي لازم يستكمل. الحاجه الوحيده اللي يمكن لسه ما اتفعلتش ان هذا النوع من السياحه لم يقنن حتى الان من وزاره السياحه. يعني وزاره السياحه النهارده عندها السياحه اللي مثلا بنقول السياحه النيليه، عندها السياحه الثقافيه، عندها الكلام ده كله، الشاطئية عندها الشاطئيه، عندها لكن بيوت الاجازات او الغرف دي لم تقنن حتى الان. يعني لحضرتك تستغربي مثلا ان هذه الشقق حتى الان بتعمل شقق مفروشه تبع وزاره الداخليه. يعني انا النهارده بشتري شقه وبغرض ان انا بتبقى تابعه لشركه اداره، هذه الشقه انا عشان اجرها او استخدمها بتخش في نطاق ان انا شقه مفروشه ابلغ مين سكن. يعني ومين الموضوع خرج. امني اكتر منه الموضوع امني. فانا اعلم ان في الفتره اللي فاتت كان في بعض المحاولات او بعض المجهودات لتقنين الوضع بتاع الشقق الفندقيه او البراندد ريز. حتى الان هذا الموضوع لم يخرج للنور. فانا طبعا بدعو القائمين سواء غرفه الفنادق، سواء وزاره السياحه، سواء الساده الافاضل اللي هو للإسراع بتقنين هذا الموضوع. كويس. لأن هذا الموضوع أو السياحة الفندقية دي أو البراندد ريزنس أو الشقق الفندقية بمجرد أنها تقنن ده هيدي نوع من الأمان أكتر أو هيدي نوع من الاستثمار الفعال أسرع من الوضع الحالي. تقنن يعني ايه؟ يعني تبقى تابعه وزاره السياحه. هي حاليا تابعه وزاره السياحه، يعني هيتم الدعايه ليها من منطلق سياحي. منطلق سياحي كده. وانا النهارده بقول انها تابعه وزاره السياحه، يعني هذه الغرفه اول حاجه هتساعدني ان انا هوصل للعدد اللي هو 500,000 غرفه فندقيه اللي احنا محتاجينها. لغايه دلوقتي هذه الغرف غير محسوبه. ال 220,000 غرفه اللي عندنا اللي موجودين كلهم اللي هي من نجمه لثلاث نجوم، اربع نجوم، خمس نجوم، لو انا النهارده قننت الوضع بتاع الشقق الفندقيه او البراندد ريزيدنس انا هيضاف الاف الفنادق. فكده انا بزيد الضمان بتاع ان انا النهارده لما بسكن في، يعني السائح الاجنبي لما بيجي يسكن في شقه تبع وزاره السياحه بيبقى في ضمانات كتير جدا، دخل امتى خرج امتى، في نوع من الامان، غير ان هو بيقعد في شقه انجاز التعبير بنسميها في الاول وفي الاخر شقه مفروشه. الكلمه دي كلمه اصلا يعني طالها. فتقنين هذا الوضع بالنسبه للموضوع ده دور مهم جدا. انا اعلم ان وزاره السياحه ابتدته بس لم يكتمل. فاحنا محتاجين تضافر وزاره السياحه مع غرفه الفنادق مع لجنه السياحه والاثار ان احنا نقنن هذا الوضع. ان شاء الله دكتور شريف فتحي يبقى بيستجيب للافكار دي، لانه هو طبعا لسه ما بقالوش كتير، لكن اعتقد دي نقطه مهمه جدا جدا يتم تناولها. يعني فاستكمالا زي ما قلت لحضرتك العاصمه الاداريه مقصد مهم جدا دلوقتي وفي الطالع. يعني طبعا خلينا نتكلم على انه العاصمه الاداريه مشروع، انا شايفه ان هو مشروع قومي عظيم جدا 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 طبعًا. بيحصل فيه بنيه تحتيه وابتدينا شفنا استثمارات كتيره جايانا من كل من الخليج وغيره. بس خلينا نتكلم على ان احنا محتاجين زي ما حضرتك قلت ان ثلاث نجوم واربع نجوم وخمس نجوم. دي برضو مش عارفه ليه الفكره دي مش موجوده. موجوده في الجونه مثلا بنشوفها انه في اوتيلات درجات مختلفه، بس عايزين نشوفها اكتر بقى في العاصمه الاداريه الجديده، لان دي كمان هتساعد نوع من الاستثمارات مش الاعداد الضخمه. هو بص حضرتك الموضوع بثلاث نجوم ونجمتين يعني هو في نوع من العائق النفسي اكثر منه عائق استثماري. يعني احنا متعودين دايما ان انا بقعد في فندق اربع نجوم خمس نجوم، معي في حين ان انا لو سافرت اوروبا بدون ذكر اسامي اللي هو ما يسمى بالبد اند بريكفاست او ان انا بنام وبفطر، وممكن لو وصلت متاخر الفندق يكون قفل الساعه 12. فهذا النوع من الفنادق مش موجود عندنا في مصر. فده محتاج طبعا نوع من الطفره ان انا هيساعد في زياده، وده ممكن النهارده زي ما حضرتك تفضلتي ممكن يبقى فيه فندق 15 اوضه، 20 اوضه، 50 اوضه، غير ان انا العائد على الاستثمار على الفنادق الغاليه لازم تخش مثلا من 150 ل 200 غرفه عشان يحقق العائد الاستثماري بتاعه. من التكلفه، مطابخ، لندري، المغسله، كل الحاجات دي بتزود التكلفه. في حين ان الفنادق الصغيره النجمه والنجمتين وثلاثه انا مش محتاج الكلام ده كله، فالعائد الاستثماري بيبقى اسرع كتير جدا، وده اللي احنا محتاجينه فعلا في الفتره اللي جايه. سواء من وده اكتر دور المستثمر العقاري المصري ان هو هيقدر يخش في النقطه دي اكتر، يعني من الدوله هنسيب المشاريع القوميه للدوله.
حلو قوي. وبرضو عايزين نتكلم على الايفنتس اللي بتعمل ايمان لغايه دلوقتي. الاكتر الغالب هي فكره المؤتمرات، انه في مؤتمرات كتير قوي بتتعمل في العاصمه الاداريه، محتاجين بقى يبقى في ايفنتس كتير في والله يعني برضو. هي مش مؤتمرات بس، يعني في كان في فعاليات رياضيه كتير. يعني المدينه الرياضيه اللي في العاصمه الاداريه مؤهله ان يبقى فيها اولمبيكس او بهذا الشكل. العاصمه الاداريه امكانياتها، في امكانيات كتير جدا، حصل فعاليات كتير في العاصمه الاداريه في السنتين اللي فاتت، في بطوله فروسية، في بطولات كرة اليد، قريب في حاجات كتير. فمن ناحية ان الفعاليات في العاصمة الإدارية لا موجودة وبتكتر بإذن الله. اللي كان نفسي بقى أشوفه وهو موجود بس يعني على استحياء كده، فكره ان يبقى الهويه بتاعتنا باينه في الاوتيلات بتاعتنا وفي الشكل من بره او الديكورات من جوه. يعني برضو احنا واخدين الشكل الاوروبي اكتر، وبالذات لما تيجي بقى استثمارات عربيه او كده ما تبقى، ما اعتقدش انهم بيفكروا بالمنطلق ده. فده ممكن نشوفه في الفتره القادمه. يعني احنا عندنا هنا مثلا اوريدي، يعني يمكن لو حضرتك سواء فندق العالمين او الفندق بتاع العاصمه الاداريه، لا حضرتك هتحسي بالجو الشرقي، في مطاعم شرقي، في حاجات كتير قوي بتدي للجو الشرقي ده اللي زي ما حضرتك طلبت. يعني الفتره اللي جايه طبعا احنا ممكن نركز في الموضوع ده، بس ده بيرجعنا لنقطه ثانيه، ان يعني حتى الان كل الفنادق اللي موجوده في مصر تبع اداره اجنبيه بدون ذكر اسامي. دول بقى ما بيجوش فدول بيجي من الاول بيقول انا عايز الشكل كذا وعايز المدخل كذا والالوان كذا، بيتحكم في كل حاجه حتى اللون بتاع الغرفه. باذن الله، وده يعني مش كتير ان بلد سياحي زي مصر وكل الخبرات بتاعه المصريين، يعني اللي بيدور الفنادق سواء في الخليج ما هم مصريين. فحتى الان للاسف ما عندناش يعني ما عندناش شركة إدارة فندقية بنقول إنها شركة إدارة فندقية تنافس أو لما يجي النهاردة مستثمر يبقى سعيد إنه يمضي مع شركة إدارة فندقية بدل ما يمكن دي مع شركة إدارة أجنبية أو شركة إدارة عربية. وطبعا هي حاجة كويسة جدا، في شركات إدارة عربية، في شركات إدارة لبنانية، في شركات إدارة في دبي، لكن للاسف شركات الاداره المصريه كان في حصل نوع من الصحوه ليها فتره، بس الفتره اللي فاتت وجودها شبه منعدم شركات الاداره. لا وخاصه ان الدول العربيه المنافسه بقى اللي ابتدت تعمل زي نيوم وغيره ابتدت تجتذب الناس الشاطره بتاعتنا في الادارات. ما هو دي طبعا يعني السياحه في مصر، واحنا يعني من جاز التعبير معمل تفريخ لكل الكفاءات اللي موجوده في الدول العربيه. يعني حضرتك لما بتسافري دول عربيه حتى العج والعمر، لما نسافر السعوديه، بنسافر دبي، بنسافر اي مكان، من اول اللي بيقابلنا لغايه مدير الفندق النهارده مصريين. ودي ده استثمار جامد جدا، وده برضو نوع من الاستثمار ان هذا الشخص الافات. بس خلينا عندنا مشكله بقى في ان احنا نعمل اداره قويه نكون بننافس دوليا، يعني عندنا ناس كويسه بس هي زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون نوع من الدوله مطلوب منها تاسس الشركه وبعد كده القطاع الخاص يسوقها، لكن اللي موجود حاليا او شركات الاداره اللي موجوده في مصر وهم اثنين ثلاثه بدون ذكر اسامي مرتبطين بمستثمرين مستثمرين وهو عامل شركه اداره لاداره املاكه، والاداره للغير بتبقى محدوده جدا يعني. فده اللي موجود حاليا، وده موجود شركتين او ثلاثه مستثمرين عندهم شركه سياحه عندهم اتوبيسات، فاستكمل المنظومه انه عمل شركه اداره لاداره ممتلكاته اكتر ما بيدير للغير. الغردقه بقى او البحر الاحمر وجمال البحر الاحمر، وانا مش يعني عندي تخوفات بس زي ما تقول فكره منافسه من الناحيه الثانيه في السعوديه. طبعا المملكه العربيه السعوديه على راسنا من فوق وعاملين شغل كويس جدا جدا، منافسة صعبة. وأنا شايفة كمان لأن هم بكر كمان يعني البنية التحتية في البحر عندهم لسه زي ما هي ما اتغيرتش، وفي نفس لاندسكيب يعني قصدي، وفي نفس الوقت بيستوردوا من عندنا كفاءات زي ما حضرتك لسه كنت بتقول دلوقتي، يخليني قلقان على الغردقة. بس الغردقة كمان فيها لسه كنا بنتكلم عن الجزر، يمكن أكتر من 39 في محافظة البحر الأحمر بس 39 جزيرة. تمام بالظبط. فكلمنا كده وعلى من الأشهر الجزر الطويلة بالظبط، فدينا فكره كده عليها ووضعنا ايه في التنافس الفتره القادمه. لا هو بصي حضرتك يعني مع احترامي الشديد لكل المقاصد الاخرى بدون ذكر اسامي، هذه المقاصد معظمها ان انا جيت وفي مكان
وخلقت بيئة صناعية عشان أعمل جزيرة صناعية أبني بيها، أبني عليها منتجع أو أبني عليها حاجة. إحنا عندنا ربنا حبانا الحمد لله جزر بكل حاجة طبعاً. يعني عندنا كمية جزر زي ما حضرتك تفضلتي في قدام محافظة البحر الأحمر في قدام الغردقة فوق 30 جزيرة. هذه الجزر بعضها مسطحه يفوق بعض مسطحات الدول الشقيقة بدون ذكر أسامي. طيب. يعني النهاردة لو عندي جزيرة مسطحة 5000 فدان والدولة حطت إيدها وابتدت تشتغل عليها، يعني في أوريدي تجربة الحمد لله بقالها حوالي 3 سنوات إن الدولة اختارت جزيرة الطويلة. جزيرة الطويلة دي تبعد عن شاطئ الغردقة حوالي 21 ميل بحري. يعني المركب بتوصل لها في حوالي ساعة ونص، من ساعة لساعة ونص على حسب. والعربية؟ لا فيش عربيات. مفيش بقى دي، يا ده المسافه دي كلها عشان توصل الجزيره. يعني هي حضرتك في يعني لو شدينا خط كده مستقيم ما بين الغردقه وشرم الشيخ، فجنب جزيره شدوان في جزيره، الجزيره دي جزيره الطويله. ميزه جزيره الطويله عن شدوان او بعض الجزر الثانيه ان الجزر الثانيه فيها جبال او مسطحات. الجزيره الطويله عباره عن مكان مسطح. كام حضرتك بتقول كم متر او كم كيلو؟ هي 5000 فدان يا فندم. 5000 فدان. يعني زي ما قلت لحضرتك تفوق مسطح بعض الدول الشقيقه. تمام؟ فهذه الجزيره عليها تجربه رائده، التجربه الرائده دي عباره عن فندق، الفندق ده مؤهل ان هو يستقبل اليخوت، يعني نواة لسياحة اليخوت ونواة لسياحة الجزر. يعني أنا النهاردة لو بعض الناس بتقول لي أنا بروح سيشل، بروح المالديف، بروح الأماكن دي، لا إحنا عندنا حاجة وبإذن الله يعني بدعوكم تشرفونا فيها. هذا المكان يفوق هذه الأماكن بمراحل. يعني النهاردة أنا بوصل للجزيرة عن طريق المركب. المكان مختلف جدا، مجموعة من الشاليهات أو الغرف الفندقية على الشاطئ، ومجموعة من الفيلات أو مجموعة من الوحدات اللي على أعمدة جوه المية. فطبعا متخيله هذا الموضوع زي البنجلوس كده، يعني زي البنجلوس. هي بنسميها اكبر من بنجلوس شويه، يعني هي البنجلوس اللي هي على الشاطئ الاوضه على الشاطئ والفيلات اللي هي موجوده على اعمده جوه الميه. فالمكان مميز جدا، مختلف جدا، ولسه محافظ على نفسه، ولسه محافظ على نفسه، وهو اوريدي المكان تم بناؤه من حوالي 3 سنين، اتفتح للتشغيل في نوفمبر 22. ونوفمبر 22 ابتدينا نستقبل اول زبون فيه، وحاليا هذا المكان شغال. هو طبعا لسه ممكن نسميه في البورصه وبورصه برلين، بورصه يعني هو لسه شغال. يعني هو لسه ما دخلش، يعني احنا على استحياء الرسمي. دخل لان لسه هو بوتيك هوتيل 30 مفتاح حاليا. وال30 مفتاح دول حاليا بيستقبل سياحات مختلفه، سواء عرب سواء مصريين سواء اجانب. ولو حضرتك يعني حاجه، يعني احنا دلوقتي في مناسبات اجتماعيه بتتم على هذه الجزيره، يعني في لغايه دلوقتي كذا فرح تموا على هذه الجزيره. الناس بتيجي، طبعا تجربه مختلفه جدا الواحد يعمل فرحه على جزيره. وفكره التنقل بمركب دي في نفس حد ذاتها متعه، يعني يعني حضرتك بتفصلي 100% واحد بيركب المركب من اي مكان بدون ذكر اسامي في الغردقه او ما جوارها، يعني بنوصل هناك اقامه بقى، مش اقامه تقضي يوم زي ما متعودين في الغردقه. لا يعني هي ممكن الواحد يعمل عليها دي يوز، بس طبعا انا افضل ان الواحد يروح ويقيم عليها. يعني عاده الجزر بتاعت الغردقه كلها تروح تقضي يوم وترجع، مفيش بقى بالزبط. انك تقيم لا دي 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 عليها اقامه، وزي ما قلت لحضرتك فندق مميز جدا، غير ان بتعمل عليه سياحه شاطئية، في ناس بتروح يعني يوم وبترجع، غير الرياضات الهوائية اللي هي الكايتنج والسيرفنج. ده مكان من أحسن أماكن في العالم، مش في مصر بس، إن بيتم فيها هذه الرياضات. كويس قوي الكلام ده. وزي ما قلت لحضرتك المكان بقى النهارده جاذب ان بيتعمل فيه بعض الافراح. لغايه دلوقتي تم حوالي 3 4 افراح على الجزيره. الناس بتوصل وبتقيم والفرح بيتم على الجزيره. يعني كويس قوي. الغردقه يعني زي ما قلت في تخوفات كده من فكره المنافسه، حضرتك بتقول اهو احنا متفردين بحاجه. كان نفسي جدا، ودي بتحصل طبعا، فكره الرحله بتاعت اليوم الواحد انه من الغردقه يطلعوا للقاهره بطيران، انه يروحوا الاقصر واسوان، يمكن دي حاجة تخلينا في المنافسة اللي هتبقى شرسة الفترة القادمة أو ابتدت أصلا، أنه نبقى مختلفين. يعني إحنا كمان بحر الأحمر فيه متحف، ومتحف قطاع خاص مع القطاع العام بالزبط. ومع ذلك كل ما أسأل الأجانب عليه وكده يعني مش عارفين.
الباكج ده موجود في وسط الرحله نفسها، انه الرحلات اللي بتطلع اليوم الواحد تبقى موجوده برضو، لان دي هتفرقنا، ما حدش عنده الاثار بتاعتها. ما هو زي ما حضرتك، احنا هنرجع تاني للنقطه الاولانيه، السائح للاسف سياحه الشارتر او النهارده بيجي دافع كل المبلغ من الاول، بيجي بينزل النهارده عشان اخرجه عن هذا القيد، او ان هو جاي يقعد في الفندق ما يتحركش. محتاجين نوسع الدايره شويه وما نعتمدش فقط على السياحه بتاعه الطيران العارض، لان السائح اللي هو بتاع الطيران العارض زي ما قلت حضرتك حوش، دفع الاسبوع اللي هيجي دفع وقعد وبيتجنب انه يخرج، لانه سواء ما معهوش او مش عايز يصرف. لكن انا النهارده لو بجيب سائح، وده اللي احنا لانجاز التعبير، وانا ما بحبش كلمه المنافسه او كلمه نقلان من الدول المحيطه، يعني ان هم مستهدفين، يعني الفنادق اللي معموله في المنطقه بتاعت نيوم كده، دي كلها فنادق كلها صغيره من 50 مفتاح لغايه 120 مفتاح 150 مفتاح، لكن الاغلبيه كلها اقل من 100 مفتاح. يعني هو مستهدف السائح اللي جاي باليخت بتاعه، جاي بالطياره الخاصه بتاعته، اللي احنا محتاجين نركز فيه في الفتره القادمه. الفكره اللي هي كانت موجوده من ايام رئيس السادات، فكره انه يبقى في قواعد للهليكوبتر، كان هو بيتحرك من الهليكوبتر على اساس الازدحامات وغيره، ازاي دي مش متنفذه؟ ليه في جزيره من الجزر اللي موجوده في الغردقه ما يبقاش في قواعد للطيران الهليكوبتر، تبقى بتسهل الطيران، توصلك بسرعه المطار، تطلع بيها رحله؟ هو اوريدي حضرتك الجزيره عليها مهبطين هليكوبتر، وهرجع تاني للعلمين. انا نفسي الفكره دي. العلمين عليها مهبط هليكوبتر، يعني فوق الفندق في مهبط هليكوبتر. ممتاز. فيعني الدوله نفسي تبقى موجوده في الدوله لما بتبني منشاه، الحقيقه ما بتاثرش في اي حاجة، وبتبص للمنشأة دي بتبقى تخدم الفترة اللي جاية كلها، ما يبيش أنا في النص أقول أنا محتاج حاجة. حتى بتتكلم على فكرة اللي هو الهليكوبتر الإسعافي، أنا شفت الكلام ده طبعا. لا يعني هو المهبط المهبط بينزل عليه إسعافات أو نقل سريع، لكن الفندق اللي أنا بقول لحضرتك عليه عجزية الطويلة عليه يعني مكان لرسو اليخوت، وممكن يبقى فيه مكان لسياحة اليخوت. طبعا إحنا الدولة بتعمل جاهدة، لكن طبعا أنا أقدر أقول إن في أولويات، لكن بنشتغل بالتوازي. في النهاردة جزيرة الطويلة، في مشروع سياحة الجزر، الدولة متبنية سواء وزارة النقل أو أجهزة تانية، لأن سياحة اليخوت أو سياحة الجزر، يعني النهاردة بنقول اللي هيتحقق في يوم واحد من هذه النوع من السياحة قد اللي بيتحقق في أسبوع أو شهر من السياحات التقليدية. لأن زي ما حضرتك تفضلتي، اليخت النهاردة بيصرف في يوم واحد لأنه جاي بياخد بنزين، بياخد مية، بياخد كهرباء، الناس بتنزل بتعمل شوبينج. عملنا حلقة حلوة قوي عن سياحة اليخوت، وكان جبنا قبطان وقتها قال ان الموضوع اكبر بكتير بس من فكره ان اليخت يجي يركن او كده، لان الموضوع عباره عن انه المرفه قوي صاحب اليخت ده اللي بيبقى الحاجات مطليه بميه الدهب ده بيبقى عايز ينزل من اليخت بتاعه ويروح مطعم، فلازم يبقى المطعم بنفس المستوى، ولازم يبقى الممر نفس اللي بيمشي فيه بنفس المستوى. يعني الموضوع بيحيطه امور تانيه كتير جدا. هو عشان الاهم من ده حضرتك وينافس، ان احنا لو بنشوف مثلا الدول المحيطه اللي عندها زي دبي مثلا، زي قبرص، زي ايطاليا، زي موناكو، الكلام ده كله، ال 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 الحاجه المهمه جدا انه ما يحسش ان هو بيتعامل مع جهات حكوميه. يعني النهارده بيروقراطيه، لو هو النهارده عايز يجي اليخت بتاعه، اليخت سياحه اليخوت، هو في الشتاء بينزل تحت وفي الصيف بيطلع فوق. احنا عندنا فوق ممكن يرسوا في العالمين، وعندنا في الشتاء ممكن يرسي في الغردقه، في البحر الاحمر او اي مقصد سياحي. فالجغرافيا عندنا متحققه، دي اهم حاجه، انه عايز جو كويس على مدار السنه. احنا موجودين صيف شتاء يعني. النقطه بس ايه؟ كميه التعقيدات او كميه الورقيات او التصاريح الواجب توافرها لليخت من اول ما يخش المياه الاقليميه ثم يرسو ثم يتحرك، بتخلي اي حد عنده يخت يحجم ان هو الا لو مضطر انه يجي عندنا. ودي لازم نواجه الموضوع ده بصراحه واحد. يعني خاصه الرئيس نفسه مهتم بالنوع طبعا زي ما قلت لحضرتك، يعني لو يعني طبعا انا ما بحبش المقارنه، لكن احنا مضطرين نقارن. انا النهارده اليخت كمية المواني أو سياحة اليخوت اللي في تركيا، كمية سياحة اليخوت اللي في قبرص، اللي في اليونان، اللي في إيطاليا، اللي في جنوب فرنسا، كل ده
بيتحرك، بينزل جنوبا بس ما بيعديش علينا، بيعدي يمكن في قناة السويس لكن ما بيقفش، ممكن يقف عشان ياخد مثلا جاز أو ياخد أكل أو شرب، لكن أنا ما بستفدش منه بالحقيقي اللي احنا محتاجين نعمله. لأن في زي ما قلت لحضرتك كان من ضمن الأفكار نوع من التسهيلات، كانت قال شباك واحد إنه كله يخلص في وقت واحد وكده، ودول عايزين معاملة خاصة، يعني عايزين يتعمل لهم مجلس لوحدهم، عايزين لهم لجنة. هو بص حضرتك اليخوت دي كلها بيبقى لها وكيل ملاحي. تمام، مفروض إن الوكيل الملاحي يخلص كل حاجة، بس لغاية النهاردة الموضوع ده غير متحقق، إنه مثلا بيروح للجهات. إحنا عندنا كمية جهات ما شاء الله حكومية كتيرة جدا عشان اليخت يخش. من أول ما يخش في المياه الإقليمية يتختم، إن كانت داخلية إن كانت حرس حدود، الكلام ده كله بيخلي صاحب اليخت يفكر مليون مرة قبل ما يعدي عندنا. احنا دايما نقول إيه، عندنا تخوفات أمنية، لازم ياخد موافقة عدد من المؤسسات، الكلام ده مع اليخوت أعتقد دول يعني زي ما تقول إيه، هم كارت بلانش كده إنه يقدر يتحرك في أي مكان، هم العالم كله بيتعامل معاه على هذا الأساس. بالظبط، يعني أنت ادخل زي الشنجن كده، يدخل أوروبا في أي حد، هم بياخدوا حاجة ذهبية من العالم كله، فبالتالي دي لوحدها بتبقى تسهل له الدخول عندنا. وزي ما قلت لو احنا النهاردة عندنا هدف أن الدولة تحقق دخل سياحي لمصر يعود علينا بالنفع، أنا مش لازم أركز مثلا أن هذا يعني الدخل ممكن يجي من 10 مليون سائح وفي نفس الوقت نفس الدخل يجي من 30 مليون سائح. فاحنا النهارده بنفكر في الجوده او بنفكر في نوعيه السائح اللي انفاقه بتاعه عالي. فاليخت النهارده الانفاق بتاعه عالي جدا مقارنه بالانفاق بتاع السائح التقليدي. كويس قوي. طب قول لي يعني ادينا بنتكلم على مناطق حلوه وبنتكلم على انواع مختلفه من السياحه، ويمكن العاصمه الاداريه كمان حظها كويس بس يمكن منتظرين منها اكتر. بإذن ايه اللي حضرتك شايفه الفتره القادمه ومنتظر ايه سواء من الدوله تعمله في موضوع الاستثمارات عشان تشجع الاستثمارات اكتر؟ هو حاجه على حضرتك زي ما قلت حضرتك الاستثمارات احنا ما ينقصناش قوانين. احنا نمره واحد ينقصنا تفعيل القوانين، يعني كل الساده الافاضل المستثمرين العقاريين اللي خدوا الساحل الشمالي، خدوا في السخنه، خدوا في الحتت دي كلها، بنى فيلل بنى شاليهات وباع. القانون بيقول انه بيلزمه انه يبني عدد من غرف الفندقيه مقابل الاستثمارات اللي عملها. فاحنا لازم نفعل هذا الموضوع بشكل او باخر. النقطه الثانيه لازم نقنن زي ما قلت لحضرتك موضوع الشقق الفندقيه دي تصدير عقار، لان النهارده ببيع الشقه بكذا بالدولار في الدول العربيه او حتى لبعض المصريين، وبيبقى سعيد انه مثلا بيبقى بيتكلم افتحوا لي الشقه وضبوها، عايز ياكل عايز يشرب، وبتبقى جنب الفندق فبتاخد نفس الخدمات بتاعت الفندق. فاحنا محتاجين نقنن هذا النوع من السياحه زي ما قلت لحضرتك يخش تحت مظله وزاره السياحه. من ضمن الحاجات اللي بتعملها الامارات يعني فكره تصدير العقار او انها تتعامل مع العقارات، كل شويه بتلاقيها بتخرج بره الصندوق وبتعمل حاجات ظريفه، من ضمنها انه عشان تشجع الشباب انه يشتري كمان، لانه طبعا الاسعار عاليه جدا جدا مقارنه من سنه فاتت على مستوى العالم كله الاسعار زادت. فتقول لك مثلا لا تعالى زي فكرة التايم شير زمان بس مش إيجار بقى شراء، فتلاقي الشاب قادر إنه يشتري، بس ومظبطينها في فكرة الزيارات في فكرة السفر، وده ساعد كتير. إحنا عندنا نفس، لأن تعرف إنهم عندهم جيش من فكرة العمل العقاري وإزاي تعمل تسويق عقاري، فإحنا كمان بقى عندنا المدارس دي وعندنا الفكر في إن إحنا نسوق العقارات. حضرتك طبعا النهارده في يعني مجلس، يعني في كذا جهة بتسيطر على هذا الموضوع. الغرض منها نمرة واحد تصدير العقار. الدولة عملت محفزات دولارية، النهاردة لو اشتريت مثلا وحدة بكذا ألف دولار باخد إقامة، ممكن أخد جنسية، فالدولة عملت اللي عليها. ففي محفزات كتير قوي الدولة أنجزتها. الجهات الكتيرة يعني مثلا غرفة العقارات في جهات كتيرة قوي بتحاول تساعد. بس كل ده مش هيخلص في يوم وليله. احنا النهارده يعني بنقسم الغرض بتاعنا عشان نوصل لل 30 مليون سائح لخطه اوليه او خطه قصيره المدى، خطه متوسطه المدى، ثم خطه طويله المدى. موضوع العقار ده هيخش في القصه اللي هي متوسطه المدى عشان نبقى واقعيين، لكن انا عندي حاجات النهارده ممكن تجيب لي فلوس النهارده تجيب لي فلوس بكره. السيزون اللي جاي اللي هو الشقق الفندقيه، الشقق الفندقيه النهارده كل الغرف اللي مقفوله
انا هحولها تخش. يبقى يعني هنرجع تاني مثلا الفكر ده كمان يمشي كويس قوي مع اخواتنا العرب، لان هم بيجوا دايما فكره سياحه الاسره، بالظبط انه جايب عيلته بالزبط كامله، مش عايز ينزل بقى في اوض متفرقه، بيبقى عايز يبقى قاعد في بيت. فدي هنعرف سواها كويس جدا العرب او الدول العربيه هتبقى متحمسه، هتبقى متحمسه جدا. وبعض برضو يعني القدره الشرائيه الحمد لله متوفره جدا. لو احنا قلنا في بعض الفيلا وصلت لارقام ممكن تبقى بالنسبة لنا مستفزة، بس أنا بقول دايما هذا الرقم عبارة عن فلوس دخلت البلد، دفع عليها ضرائب، في صنايعي من أول الشايل الأروانة اشتغل. يعني أنا النهاردة كل ده لازم أحسبه أن ده استثمار بيشغل البلد كلها، بيشغل البلد كويس النهاردة. فده مش مجرد أن أنا بقول أن ده رقم استفزازي، لازم نبقى واقعيين برضو أن احنا كلنا بنستفيد من هذا الموضوع. زي ما قلت لحضرتك، من صناعة السياحة صناعة كثيفة العمالة، كثيفة الموردين اللي هي بتعدي حوالي من 70 ل 75 جهة بتورد أو بتشيل حتى المخلفات من الفنادق. اولا انا سعيده بوجود حضرتك معانا، وبعدين اديتني امل. دايما ببص على اماكن معينه كده بتبقى شويه عندي بنات خوفات زي فكره المنافسه وغيره، بس فكره ان احنا عمالين نمتد والدوله عماله تمتد ببنيه تحتيه محترمه جدا في اماكن بتفتح مجالات للاستثمارات السياحيه، دي حاجه الحقيقه عظيمه جدا، وحضرتك اديتنا فكره كويسه قوي عنها. بشكرك، شكرا جزيلا. شرفتيني. كان معانا الاستاذ احمد كيرة، الاستشاري السياحي والفندقي والعضو المنتدب لشركه استشارات فندقيه، نورنا واسعدنا النهارده. نشوفكم ان شاء الله على الحلقه جاي، تصبحوا على خير.